افتتحت جامعة طنطا وحدة القدم السكري بالمستشفى التعليمي العالمي ضمن مبادرة قدم صحيح لدعم مرض القدم السكري غير القادرين، وذلك ضمن مبادرة مليون قدم صحيح. وأكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي أن الجامعة تواصل عملها الدؤوب لدعم المبادرات الرئاسية، موضحا أن الوحدة تم إنشاؤها بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى القدم السكري بجميع المحافظات. وأوضح رئيس الجامعة أيضا أن الوحدة مجهزة بأحدث الإمكانيات وكافة المستلزمات الطبية تحت إشراف نخبة من أساتذة الأوعية الدموية بالجامعة لتوقيع الكشف على مرضى القدم السكري وتقديم العلاج الملائم لحالاتهم ومستلزمات التغيير على الجروح بالمجان. المستشفى مكونة من ثلاث حاجات، في قسم مجاني وفي قسم تأمين صحي، المستشفى متعاقدة مع التأمين الصحي، وفي قسم نفقة الدولة. أي عام ممكن نعمل قرار ويدخل المستشفى عادي خالص. لو العام محتاج يدخل عمليات بنحجزه معانا في العنبر ونعمل له العملية مجاني. لو العيان محتاج غيار او محتاج متابعه بنعمل له غيار ونديله علاج ونوصف له العلاج اللي ياخده في البيت ونتابع العيان لحد ما الجرح بتاعه يخف خالص.